انطلاقة هذا الموسم، سائلين المولى عز وجل أن يكون موسم خيرا ومحبة وسرور ونواميس بإذن الله تعالى لمحبين هذه الرياضة العربية الأصيلة. بسم الله وعلى بركة الله تتم هذه الانطلاقة أيها الحفل الكريم بتوفيق من الله وبعون منه وبالجهود المبذولة من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن ورجالها المنظمين. شوطنا الأول الرئيسي المخصص للقاية البكار يشارك فيه 24 اسما 24 شعارا قدمت وأتت إلى أرضية هذا الميدان لخوض معركة هذه المنافسة الشريفة. نعم أيها الإخوة الأفاضل، يكون هناك في النهاية هي الهدف وهو الهدف وهو الناموس. نعم، وبعد ذلك يكون هناك جائزة نقدية ينتظرها المشاركون في هذا الشوط وفي بقية الأشواط. نبدأ أيها الحفل الكريم ونتعرف بعد شكرنا الجزيل للجنة المنظمة لسباقات الهجن برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، كما أيضا نشكر نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن سعادة عبد الله بن محمد الكواري، والشكر كذلك موصول لمدير السباقات والأنشطة مبارك بن محمد بن بادي النعيمي، والشكر كذلك موصول للمسؤول المباشر في هذا الميدان خليل بن ناصر الشهواني وإخوانه الكرام المنظمين مع في هذا الميدان. نبدأ ونتعرف مع رحلتنا المنطلقة قبل لحظات وهي رحلة الأربعة كيلومترات لهذا السن. نبدأ ونتعرف على المركز الأول المقدمة وضربة البداية مع تعود ملكيتها لعبد العزيز بن علي بن سعيد البريدي من يتواجد مع سمو من يسمو مع المقدمة والصدارة بينما تليها على المركز الثاني الوصول والتقدم من أسرار عجيان بن صالح بن بريك المجدور من يتواجد مع ثاني المراكز. نتابع المركز الثالث الوصول والتقدم من شواهين سيف بن عامر بن حسن الجفالي النعيمي قادم وواصل على مستوى المركز الثالث. ننتقل للمركز الرابع تصل وتتقدم فيه قبة تعود ملكيتها لخالد بن حمد بن صالح القمرة من يتواجد مع قبة. ننتقل للمركز الخامس الوصول والتقدم هنا مع متعبة لعلي بن حمد بن علي بن محمد بن حيدان. هذه نتيجتنا للمراكز الخمسة الأولى في شوطنا الأول الرئيسي. نعود إلى المقدمة، نعود إلى صلب المقدمة والصدارة والمنافسة مع المركز الأول. تنتصف مسافتنا في هذا الموقف وفي هذا المكان، ولكن نعود إلى مقدمة هذا الشوط أسرار العجيان بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور من يتسلل ويقود هذه الأسماء قيادة حكيمة في هذه اللحظات. يا سلام عليك يا المجدور، هذا هو المجدور من يتواجد مع صلب المقدمة والصدارة، ولكن البريدي مع سمو ما ترضى إلا بسمو المقدمة وصدارة هذا الشوط. سمو لعبد العزيز بن علي بن سعيد البريدي المري مع المركز الأول غيرت من المركز الثاني إلى المركز الأول في هذه اللحظات. يصل هنا الجفالي على مستوى المركز الثالث مع شواهين سيف بن عامر بن حسن الجفالي النعيمي. أما المركز الرابع فيصل القمرة بشعاره ويتقدم مع قبة خالد بن حمد بن صالح القمرة النابت. المركز الخامس الوصول والتقدم من متعبة علي بن حمد بن علي بن حيدان يتقدم مع المركز الخامس من خلال تقدم ملحوظ في هذه اللحظات من متعبة، ولكن نعود مع 1200
لن تفصلنا عن خط النهاية. الأمور 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 تتغير لحظة بلحظة، مرة مع المجدور ومرة معاك يا البريدي، مرة معاك يا المجدور. الشوط الأول لا ندري مع من حتى هذه اللحظات، ولكن الكيلومتر الأخير والأمور هنا تتغير مع سرى مع أسرار 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 يا المجدور. البقية عندهم أسرار كما يكون عندك أسرار. يا سلام يا سلام، الأسرار والمفاجآت واردة يا المجدور. أول الواصلين، أول الواردات، أول المقاتلات تصل هنا وتتقدم في هذه اللحظات. الله يا شواهين سيف بن عامر بن حسن الجفالي النعيمي، أغير مجريات هذا الشوط. تسلل إلى المركز الأول، تسلل الجفالي نحو المركز الأول ونحو المقدمة، نحو الصدارة. يريد أن يبعث السلامات هناك إلى محبين هذا الشعار. يا سلام يا الجفالي، يا سلام يا سلام. سيف بن عامر بن حسن الجفالي النعيمي يقادر الجموع، يقادر بقية الإخوان المشاركين معاه، يقادر نحو الناموس. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه شواهين، شواهين تنتزع المركز الأول، تنتزع المقدمة والصدارة. ولكن حاسب الله، شوف المركز الثالث، شوف المركز الثالث اللي وصلت في هذه اللحظات. سوقة سوقة خطيرة، سوقة يا الجفالي، سوقة سوقة علي بن محمد بن سعيد النابت غير مجريات هذا الشوط في هذه اللحظات. هذه سوقة غيرت الأمور. سلام يا راعي سوقة، سلام علي بن محمد بن سعيد النابت المري، تهانينا له الناموس على فوز صوغة وتحقيقها بناموس الشوط الأول الرئيسي. المركز الثاني وصلت فيه شواهين سيف بن عامر بن حسن الجفالي النعيم. المركز الثالث أسرار لعجيان بن صالح بن بريك المجدور. المركز الرابع